بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاستعداد للحج. أيها المسلمون، احمدوا الله واشكروه على أن خصكم بدين الإسلام الذي من أعماله، بل من أجل أعماله، الحج إلى بيت الله الحرام. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعد النبي صلى الله عليه وسلم حج البيت أحد أركان الإسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالحج فريضة على المسلم، لكن نظرا لكونه يحتاج إلى مؤونة وإلى جهد وإلى سفر من بعيد، فإن الله خفف عن الأمة فجعله مرة واحدة في العمر، وعلى المستطيع وهو الذي يملك ما يبلغه الحج من النفقة ذهابا وإيابا من طعام ومركوب يبلغه إلى حج بيت الله الحرام، ويكون عند أولاده ومن يمونهم نفقتهم التي تكفيهم إلى أن يرجع إليهم. فهو فريضة في حق من توفرت في حقه الاستطاعة المذكورة. وما زاد عن الفريضة من الحج فإنه تطوع، وهو من أفضل الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني قد كفرت عنه خطاياه ولم يبق عليه ذنوب، فيكون كحالته عند ولادته بريئا من الذنوب، فيكون الحج بالنسبة له ولادة جديدة. فهذا فضل عظيم لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. فالمسلم يبادر بالحج متى ما توفر له إمكانياته ولا يؤخره، لأنه على الفور. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على المبادرة بالحج قبل العوارض التي تعوق الإنسان. هذا في الفريضة. وكذلك في النافلة عليه أن يحرص على أن يحج حج النافلة متى ما تيسر له ذلك، لما في الحج من فضائل ومزايا. ولكن على المسلم أن لا يقتصر اهتمامه على الحج كما يفعل أو يظن بعض الجهلة والعوام، ليس لهم عناية ولا اهتمام ولا تطلع إلا إلى الحج، بينما يضيعون قبله أركانا وفرائض لا يهتمون بها، فيضيعون التوحيد الذي هو أساس العبادة وأساس الدين، فتجد عندهم شركيات أو بدعيات أو محدثات لا يهتمون بشأنها والحذر منها والابتعاد عنها.
فيتلبسون بشيء من الشرك من دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، تعلق بالقبور وغير ذلك، فهؤلاء لا يفيدهم الحج لأنهم لم يخلصوا الأساس الذي يبنون عليه وهو العقيدة حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويصلحوا عقيدتهم. كذلك من الناس من يضيع الصلاة فلا يهتم بها، وإن صلى فلا يصلي على الوجه المطلوب، بل يترك صلاة الجماعة ويهجر المساجد ولا يصلي في الوقت، وإنما يصلي صلاة على حسب مزاجه وهواه، فهذا لا تصح صلاته لأنه لم يصلي الصلاة التي أمره الله بها، وإنما صلى صلاة على حسب هواه ورغبته. فما بالك بالذي لا يصلي أصلا ولا يهتم بالصلاة، فهذا كافر. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. في حديث آخر: وفي حديث آخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، رواه أهل السنن. فالذي لا يصلي أصلا هذا كافر، لأن ترك الصلاة متعمدا مخرج من الملة وناقض من نواقض الإسلام. والذي يصلي لكنه لا يصلي على الوجه المطلوب، بل يخرج الصلاة عن وقتها أو يترك صلاة الجماعة، فهذا مضيع للصلاة، وهذا ساهٍ عن الصلاة. قد قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. قال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالله سماهم مصلين وتوعدهم بالويل، لماذا؟ لأنهم عن صلاتهم ساهون، لا يؤدونها في وقتها ولا يؤدونها مع الجماعة، وإنما يصلون حسب أهوائهم ورغباتهم متى ما طابت أنفسهم وفرغوا من شهواتهم ولهواتهم، فهؤلاء مضيعون للصلاة وساهون عنها. والله جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك بعض الناس قد يصوم عن الطعام، وكذلك بعض الناس قد يحج وهو متلبس بالمعاصي أو يفعل المعاصي في أثناء الحج، فهذا يكون حجه إما باطلا وإما ناقصا. فإن كان ما وقع منه شركا أكبر بالاستغاثة بغير الله من الأموات والقبور والأضرحة، أو دعاء غير الله أو الذبح لغير الله، فهذا لا يصح حجه ولا يقبل عمله حتى يخلص العبادة لله عز وجل. فهناك من إذا أتى إلى مكة لا يبقى في المسجد الحرام أو في الحرم للعبادة، وإنما يذهب إلى المزارات البدعية وإلى المقابر يلتمس بركتها ويرجو الثواب منها ويستغيث بالأموات، فهذا ماذا يفيده الحج؟ هذا لم يتخلص من الشرك ويتطهر من الشرك أو البدع، فلا يفيده حجه ولا يرجع من ذلك بشيء إلا بالآثام. ومن الناس من لا يتجنب المعاصي حتى في حالة الإحرام، فتجده في الغيبة والنميمة والشتم، قول الزور، والاستماع إلى الأغاني الماجنة،
والنظر في القنوات الفضائية الفاسدة وهو محرم وهو حاج أو معتمر، فهذا لم يمتثل قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فهذا رفث وفسق. ولم يمتثل ويصغي إلى قول الله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولم يمتثل قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فكل هؤلاء وإن حجوا شكليا فإنما حظهم من حجهم التعب والخسارة، ويرجعون كما جاءوا أو أشد مما جاءوا محملين بالذنوب والمعاصي. فالحج عبادة عظيمة ومنطلق إلى الخير، فمن كان مفرطا في ماضي أيامه فعليه أن يتوب قبل الحج وفي أثناء الحج، ليرجع بثواب الحج ويرجع بما وعد الله الحجاج، ولا يفرط في حجه وتعبه. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.